معنا الان امين بازي لاعب لكوكب المراكشي. امين اليوم يعني عاودتي سنيتي الكونترا ديالك مده سنه، هاد العام ان شاء الله شنو كيتمنى امين يحقق فيه مع الكوكب، وكيف كتشوف هاد الموسم غادي يدوز ان شاء الله؟ في الحقيقه هاد السنه كاينين طموحات في الفريق الكوكب المراكشي، داكشي علاش جدد العقد ديالي. كاين طموحات، هو لاعب ادوار طلائعيه ماشي بحال السنه المفارطه كان الفريق كيقلب على البقاء في مركز في قسم الصفوه. هاد السنه كاينين طموحات اخرى، نلعبوا ان شاء الله نصف نهائي، نلعبوا ادوار طلائعيه ونمثلوا فريق كوكب مراكشي احسن تمثيل ان شاء الله، وردوا المصاف الفرق الكبيره في البطوله الوطنيه. Bonjour, je m'appelle Gaston Moliva et je suis le joueur nouveau recrue de Marrakech et c'est ma troisième année ici au Maroc. L'année passée, j'ai joué à Al Hoceima pendant deux ans et je suis vraiment ravi d'être ici à Marrakech. Gaston, quels sont vos objectifs avec l'équipe de Marrakech, avec le KCM? Notre objectif, c'est de se qualifier pour les demi-finales et avec beaucoup de chance gagner la finale. Donc cette année le management a fait un bon boulot, a réuni des bons talents et ça nous donne beaucoup de potentiel pour arriver à cet objectif. How you doing? Watkins Williams, just got here from Ireland, played in Germany, played in Spain. Just looking forward to getting on the court, getting things going. Williams, I know you have played in different countries here in Morocco, especially in Marrakech. What are the objectives you have with the KCM team? Definitely getting my teammates better, being a floor general, being a leader, and just winning games and having a better season than last year and hopefully getting a championship. Do you know any of the players here? Do you get the chemistry with the team, or you're just arrived here? I'm just here all by myself, so I don't really know too much. But the team has definitely welcomed me as a family, and definitely are looking forward to everything. معنا الان سي الحاج محمد جندوب. حضرنا اليوم سي الحاج التوقيع ديال اللاعبين الجدد، حضرنا اليوم هذه الباكوره ديال كره السله المراكشيه اليوم. تحدثنا على هذا اللقاء اللي كانوا، اشنو هما لي نوفو ريكرو ديال الفرقه؟ شكرا اخوان مراكش الرياضيه. بالنسبه لليوم كان لقاء تواصلي وتقريبا ديال التوقيع ديال اللاعبين الجدد واللاعبين الجدد القدامى. كاين اللاعبين الجدد اللي كيف شفتوا، كان عندنا الامريكي ويليامز اللي كان تيلعب في المانيا، وعندنا غاستون داليفا اللي كان تيلعب مع شباب الريف الحسيمي السنه الماضيه. هو عنده جنسيتين، امريكي كاميروني، وعندنا الكونغو، اللاعب من الكونغو الديمقراطيه اللي كان معنا السنه الماضيه وحاول يجدد معنا العقد هذه السنه هذه، اللي هو ميتومب مباف. وكاين اللاعبين الجدد القدامى بحال السي امين بارزي والسي وليد، وكاين الاخوان واحد جوج ديال الاخوان اللي جاوا من الصويره اللي باقي حنا معاهم دابا في المشاورات، وتيتشاوروا حتى مع الفريق ديالهم باش يمكن ان شاء الله نضمهم للفريق ديالنا ان شاء الله، زياده على اللاعب اللي جبناه من شباب بنقرير اللي كنا عاطينه لشباب بنقرير هذه تقريبا واحد 4 سنوات، واليوم تقريبا اصبح اللاعب اللي غادي يقدر يقول كلمته ان شاء الله في القسم الممتاز. طبعا ضمينا علينا هذه السنه هذه اللي هو اللاعب اسامه. بالنسبه للاعيبه، عندنا لاعيبه في امريكا، لاعيبه تونسيه اللي غادي تلتحق، مع الاسف ما حضرتش معنا في الاجتماع لانه عاد غيتهبط دابا في مطار مراكش المناره مع 10:30 ديال الليل ان شاء الله. راه مشاو الناس اللي غادي يتعرضوا ليها، اللي غادي حتى هي باش بين الثاني، ماشي ما تنشوفوش في الفريق الذكور، تنشوف حتى فريق الاناث ان شاء الله، باش نحاولوا حتى هو ان شاء الله نعززوه حتى هو ان شاء الله، ويكون حتى هو باش يمثل مدينه مراكش ان شاء الله، والجهه ديالنا ان شاء الله تمثيلا مشرف ان شاء الله. سي جندوب، اليوم شفنا تقديم يعني جديد، اول ما كنشوفوا فريق كوكب مراكش يقوم بهذا النوع ديال اللقاءات مع الصحافه ومع يعني باش يقدم اللاعبين ديالو، هذه طريقه جديده، واش هذا هو النهج الجديد ديال فريق كوكب مراكش يعني في كره السله؟ وان شاء الله ما غادي يكون ان شاء الله الا من حسن الى احسن، غادي يكون نهج جديد، وغادي يكون جديد احسن من في ما تبقى ان شاء الله
من عمر الفرع ديال كرة السلة. هو الجديد هو لأنه كاين عندنا دابا لاعبين من العيار الثقيل اللي لابد خصك دير هاد السيناتور دو بروتوكول، هاد التوقيع البروتوكولي لابد خصو يكون لنا، حتى الناس لي زاجون ديالهم اللي تنقولوا غادي نقول السماسيرة، واخا جات الكلمة ديال السماسيرة ديال أو الوكلاء ديال اللاعبين، وكلاء اللاعبين ولاو تيطلبوا باش يعرفوا بأنه هاد اللاعب هذا ديالهم فين جاي. جاي لواحد النادي اللي نادي عريق اللي هو نادي الكوكب الرياضي المراكشي. الا ما كناش نديروا هذا التوقيع تقريبا ديال هاد اللاعبين في المقر ديال نادي الكوكب الرياضي المراكشي، باش حتى انا تتكون واحد الصوره طيبه على اللاعبين وعلى الفريق داخل المغرب وخارج المغرب.